السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن دائما مع الجوجبرا والبرمجيات التي يمكننا إنشاؤها وإنجازها عبر هذا البرنامج. هذه البرمجية التي قمت باختيارها في هذه الحصة تتعلق بجيب تمام قياس زاوية حادة لو كوسينيس دو لا مزيور دان أنجل إيغ. دونك هنا بطبيعة الحال هذه البرمجية يمكن الاعتماد عليها في تقديم هذا المفهوم، وخاصة بالنسبة للمستوى الثاني الثانوي الإعدادي. وكما تلاحظون هنا قمت بإنشاء نصف مستقيم OX ونصف مستقيم OY. هذا يعني أنني قمت هنا بحصر زاوية، وهذه الزاوية يمكن أن أتحكم في قياسها عبر هذه الزارقة هنا. بطبيعة الحال هذه الزاوية اخترت أن تكون زاوية حادة، يعني قياسها أقل من 90 درجة. قمت بوضع نقطتين هنا N، هنا N يمكنني تحريك هذه النقطة، فهي نقطة اعتباطية تنتمي إلى نصف المستقيم Y، وكذلك بالنسبة للنقطة M هي نقطة اعتباطية تنتمي إلى المستقيم ولا نصف المستقيم Y. قمت بإنشاء المساقط العمودية دونك لي بروجيتي اورتوغونو. المسقط العمودي للنقطة N على الضلع أو نصف المستقيم OX، دونك N فتحة هو المسقط العمودي للنقطة N على OX، دونك لو بروجيتي اورتوغونال. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للنقطة M بريم، M فتحة أو M شرطة، فهي تمثل المسقط العمودي للنقطة M على نصف المستقيم OX. دونك يمكنني كما قلت تحريك هذه النقط. دونك كذلك يمكنني تغيير قياس هذه الزاوية بطبيعة الحال. Donc هنا سنقوم بإعطاء afficher les consignes aux apprenants. Donc la consigne هنا vous pouvez déplacer M ou N أو لهما معا. Donc soit on déplace le point M, soit on déplace le point M, soit on les déplace en même temps. Donc soit je déplace le point M et le point N. Donc هنا نطلب منه حساب هاتين النسبتين. Donc calculer ces deux rapports. Les deux rapports qu'on a ici c'est OM prime sur OM, donc OM prime, donc le côté adjacent à l'angle O sur OM prime, c'est l'hypoténuse dans le triangle OM M prime. Donc qui m'a rappelé que le triangle OM M فتحة هو مثلث قائم الزاوية، يعني أن الضلع OM يسمى الوتر. كذلك في المثلث ON N prime لدينا نفس الشيء. سنقوم بحساب هذه النسبة ON prime، donc le rapport ON prime sur OM. الضلع المحاذي للزاوية O على الضلع الوتر. طب هنا إذا قمنا بحساب هذه النسب سنجد أن النسبة تساوي هنا 0.9 وكذلك هنا 0.9. دونك يمكنني أن أقوم بتغيير، لاحظوا النقطة N مكان النقطة N، فسألاحظ هنا أن المسافة ON فتحة والمسافة ON تتغيران بطبيعة الحال، لأنني أقوم بتغيير النقطة N والنقطة N فتحة مرتبطة كذلك بالنقطة N. دونك كلما غيرت النقطة N فإن المسافتين ON فتحة و ON تتغيران. وكذلك بالنسبة للنقطة M والنقطة M فتحة، إذا قمت بتغيير النقطة M لاحظوا هنا فإن المسافات تتغير و ON فتحة و ON تتغيران، إلا أن الخارج لا يتغير. دونك ألاحظ أن هذه النسب هي نسب ثابتة، OM prime sur OM و OM prime sur OM تبقى ثابتة. سأحاول الآن تغيير قيمة أخرى للزاوية O مثلا، لاحظوا أنني حصلت على قيمة أخرى 0.7 هنا و 0.7 هنا. يمكننا فعل نفس الشيء تحريك النقط N، لاحظوا عندما تتحرك النقطة N فإن المسافتين OM prime و OM تتغيران، إلا أن الخارج يبقى ثابت. كذلك نفس الشيء بالنسبة لي النقطة M، وهذا يعني أن هذه النسب هي نسب ثابتة لا تتغير إلا بتغير قياس الزاوية، يعني بتعبير آخر أن هذه النسب هي مرتبطة بقياس الزاوية الحادة O. الآن سنقوم بإنشاء بعض الإنشاءات الهندسية والتي من خلالها سنقوم بإظهار هذه الخاصية، يعني ثبات هذه النسب. هنا ممكن أنني نستعمل هذه الزارقة في الإنشاء. لاحظوا ماذا سأفعل، سأقوم بإنشاء مستطيل. هنا هذا المستطيل الذي باللون الأحمر، هنا لدينا مستطيلان.
المستطيل الأول الذي باللون الأحمر سأنشئه عبر OM، انطلاقا من OM سأنشئ هذا المستطيل الممثل هنا باللون الأحمر. دونك سيكون طوله هو OM، المسافة OM هنا، وعرضه هو ON بريم، يعني أن عندما أريد حساب هذه المساحة سأضرب الطول في العرض، يعني سأضرب OM في ON بريم. بنفس الطريقة سأقوم بإنشاء مستطيل آخر. دونك لاحظوا المستطيل الثاني، قمت بإنشائه انطلاقا من OM بريم. دونك هذه المسافة تسمى OM بريم، تساوي OM بريم، وهنا المسافة ON. دونك بطبيعة الحال إذا أردت حساب المساحة الملونة باللون الأحمر سأحصل على ON في OM بريم، يعني سأضرب الطول في العرض. الهدف من هذه العملية هي أنني سأقوم بإظهار أن هاتان ولا هذان المستطيلان اللي هما نفس المساحة، يعني بتعبير آخر سأبين بأن الجداء ON في ON بريم يساوي الجداء ON بريم في ON. لاحظوا معي هنا سأقوم بإعادة هذه الزارقة إلى الصفر وأضغط هنا على هذه الأيقونة هنا هذا الزر. دونك سأقوم بإنشاء المستطيل الأول الذي يمثل المساحة ON بريم في ON، والمستطيل الثاني الذي يمثل المساحة ON بريم في ON، وسأقوم بتحريك المساحة المستطيل الأول. وهنا سأستعمل خصائص المتوازي الأضلاع بطبيعة الحال، وهذا سيعطيني نفس المساحة، هذا يعني أن للمستطيلين نفس المساحة. ومنه سنستنتج بأن الجداء ON بريم في ON بريم، عفوا ON بريم في ON الممثل هنا باللون الأحمر، ON بريم في ON الجداء الأول يساوي، وهنا سأضغط لأثبت هذه الزارقة حتى لا تتحرك. دونك أعيد، فإن هذا الجداء ON في ON بريم يساوي الجداء ON بريم في ON، أو بتعبير آخر فإن ON بريم سور ON يساوي ON بريم سور ON. وهنا قمنا بإظهار وتوضيح هذه العلاقة، هي أن هذه النسب هي نسب ثابتة لا تتغير بطبيعة الحال. يمكننا إظهار طريقة أخرى للبرهنة على هذه العملية وهذه الخاصية، وذلك باستعمال مبرهنة طاليس. دونك بما أن المستقيم N N بريم والمستقيم M M بريم عموديان على نفس الحامل هنا فإنهما متوازيان. دونك هذا الشكل هذا يمثل إن بالفرنسية إن كونفيغوراسيون دو طاليس. دونك سي دي سو ما إن كونفيغوراسيون دو طاليس، وهذا يعني أن O N سيغ O M. دونك إذا قمنا بقسمة O N على O M سنجد نفس النتيجة عندما نقسم ON بريم على ON بريم، وكذلك بطبيعة الحال عندما نقسم NN بريم على MN بريم. يمكننا الاستنتاج من هذه العلاقة التالية، ON بريم انطلاقا من هذه العلاقة يمكننا الاستنتاج ما يلي: ON بريم مقسوم على ON، ON بريم سور ON إيغال ON بريم سور OM، وهذا يعني بأن هذه النسبة هي نسبة ثابتة، سي ان رابور كونستون. دونك سو رابور كونستون، دونك هذه النسبة الثابتة لا تتعلق إلا بقياس الزاوية O. دونك لا يتغير هذه أو لا تتغير هذه النسب إلا إذا تغيرت كما لاحظتم سابقا، إلا إذا تغير قياس الزاوية O. دونك سنقوم بتسميتها انطلاقا من هذه اللحظة، سنقوم بتسمية هذه النسبة، سنسميها بالفرنسية لو كوسينس دو لا ميزور دو لونغ إكس أو إيكغيك، ونرمز لها بكوس إكس أو إيكغيك. بالعربية نقول جيب تمام قياس الزاوية X و Y. دونك بصفة عامة فإن جيب تمام قياس الزاوية الحادة O يساوي خارج طول الضلع المحاذي، لاحظوا هنا ON بريم الضلع المحاذي للزاوية على طول الضلع الوتر إذا استعملنا المثلث القائم الزاوية ON N بريم، وإذا استعملنا المثلث القائم الزاوية OM N بريم فسنقول بأنه يساوي من كوسينوس دو لونغل إكس و يغريك أو بيان كوسينوس دو لا ميزور دو لونغل إكس و يغريك يساوي الضلع عفوا OM بريم الضلع OM بريم المحاذي للزاوية O بطبيعة الحال مقسوم على الضلع الوتر الذي يمثل هنا المسافة OM.
دونك كانت هذه برمجية يمكن الاعتماد عليها في تقديم مبرهنات أو يعني عفوا في تقديم مفهوم جيب تمام قياس زاوية حادة. نشكركم على المتابعة وإلى برمجية مقبلة بحول الله.